تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة. مرحبا رشا. أهلا رأفت، حياكم الله متابعي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة راح نتابعها بعد الفاصل. نذكر بطريقة التواصل عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، وأيضا نذكر بالصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة على موقع الفيسبوك، والصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة على موقع تويتر، وأيضا النشرة الكهربائية وساعات تجهيز الكهرباء بالتيار الوطني في بغداد وبقية المدن العراقية. ونبدأ أولى مواضيعنا من المناشدات اللي توصل لنا دائما عن طريق التليجرام، وهذا الموضوع يمكن تحدثنا به لأكثر من مرة في برنامج أهل المدينة وخاصة في الحلقات الماضية، الموضوع الصيدليات المتجاوزة وأصحاب الصيدليات اللي هم ما يمتلكون أي تخويل لا من دائرة الصحة اللي بالمحافظة ولا من نقابة الصيادلة، وبالتالي أنه أصبحت مهنة الصيادلة مهنة لمن لا مهنة له. الكل بدأ يفتح الصيدلية وبدأ يبيع الأدوية بس مجرد أنه ما يعرف أسماء الأدوية اللي موجودة أو العلاجات اللي موجودة عنده، يبدأ يفتح صيدلية ويبدأ يبيع هذه الأدوية بشكل خاطئ وبأسعار أيضا خاطئة ما لها أي علاقة بالرقابة الصحية ولا التسعير الخاصة بالدوائر الخاصة بالصحة. بدأوا يبيعون بها وبدأوا أنه دائما ما أنه نشاهد، يمكن قبل فترة في مدينة ديالى تم القبض وأغلاق أكثر من صيدلية لأنه لم تمتلك إجازة أو تخويل من قبل نقابة صيادلة أو دائرة صحة ديالى. وتحدثنا مع مدير صحة ديالى ومدير إعلام صحة ديالى، ذكر أنه أكثر من 1160 صيدلية متجاوزة لحد الآن، وإحنا نباشر بإغلاق شيء فشيء. لكن أنه الموضوع اللي راح نتحدث فيه اليوم هو إحدى الصيدليات اللي موجودة في ناحية الإسحاقي اللي تابعة إلى بلد، وبلد أكيد أنه لمحافظة صلاح الدين. هذه الصيدلية أنه خلينا نروي قصتها مثل ما وصلت لنا عن طريق التليجرام، أنه الصيدلية كانت لدكتورة، هذه الدكتورة هاجرت قبل سنتين أو أكثر من سنتين. شخص من شاف أنه صاحبة الصيدلية هاجرت استأجر هذه الصيدلية هي والأدوية اللي موجودة بها، وبقى يتعامل مع المذاخر القريبة من الصيدلية حتى يزودون بالأدوية. وحسب ما ذكروا أنه صاحب الصيدلية الحالي هو خريج متوسطة وإعدادية وكان يعمل في القصابة، يعني كان يبيع لحم في الأيام الماضية، وزوجته كانت كاتبة عند الدكتورة، لكن أنه بعد ما هجرت الدكتورة أصبحوا هم أصحاب صيدلية، وزوجته تحولت إلى قابلة مأذونة من غير أخذ الإذن من وزارة الصحة ومن دائرة صحة صلاح الدين أو من نقابة الصيادلة حتى أنه يبدون يشتغلون بهذه الأدوية. المشكلة اللي صارت أنه بالمنطقة الأهالي يأخذون الأدوية من غير أنه الراتشيت الخاصة أو الوصفة الخاصة بالطبيب اللي يكتب لهم إياها، فبدأوا أصحاب أهالي الصيدلية أو أصحاب الصيدلية ينطون الأدوية هذه من غير أي وصفة، وبالتالي أنه حتى طريقة زرق الأوبر أنه تسببت بأكثر من مشكلة. أحد الأشخاص اللي أخذ أبرة داخل هذه الصيدلية صار عنده شلل في إيده، والشخص الثاني أعتقد طفلة صار عندها خراج بالمكان والتهاب، وبقت فترة تتعالج حتى أنه يتخلصون من هذه القضية. إحنا كان بالبداية أنه الأهالي حتى يشكون أمام حضرات المشاهدين في برنامج أهل المدينة، لكن أنه ما أعرف أنه الخط غير متوفر حاليا. اما انه هي المناشده فنقلناها لكم مثل ما وصلت لنا، واكيد احنا راح نتابع الموضوع اكثر مع وزاره الصحه، وينضم لنا عبر الهاتف السيد الدكتور احمد الوديني الناطق الرسمي باسم وزاره الصحه. مرحبا دكتور احمد. دكتور احمد انت على الهواء مباشره، تسمعني؟ اهلا وسهلا بك دكتور. دكتور حضرتك استمعت للمناشده او الشكوى اللي وصلت لنا من ناحيه الاسحاقي وعن موضوع الصيدليات اللي هي متجاوزه والغير مخوله من قبل دائره صحه صلاح الدين او من قبل نقابه الصيادله، شنو رايكم بهذه الصيدليات اللي العشوائيه اللي بدات تكثر بالفتره الاخيره خاصه في المناطق اللي تكون بعيده عن الرقابه الخاصه بدوائر الصحه؟ نعم، شكرا اخي العزيز، وشكرا. هذا الموضوع طبعا جدا مهم، وايضا لدينا مشكل كان على مستوى الصيدليات خاصه
نعم. المؤسسات غير الحكوميه. دكتور يا ريت شوي تعلي لي صوتك لانه ما داعي اسمعك بوضوح. علي نعم. لي صوتك. اخ رأفة، يعني المشكلتين هناك في قضيه المؤسسات الغير حكوميه خاصه على مستوى الصيدليات، هو انه فتح صيدليات باسماء اطباء، وايضا تواجد غير يعني غير رسمي لملاك صحي لربما او غير من اختصاص الصيادله. نعم. والقضيه الثانيه هي قضيه الصيدليات الامنيه، هذه عاده تكون في اماكن هي مثل ما طرقت حضرتك لها في اماكن بعيده تكون عن القاضي. تعرف نعم. مثلا نتحدث عن بغداد، هناك الكثير من المناطق المتجاوزات كثافه نعم. سكانيه وبناء كبير جدا، في بعض المناطق قد تكون بعيده عن الرقابه خاصه على مستوى مثلا نتحدث عن الاطراف. يعني ايضا قبل ايام دكتور مدير صحه دياله او مدير اعلام حسب ما اذكر انه قال 1160 صيدليه هي متجاوزه في دياله، يعني بس في دياله هذا نعم. هذا العدد اللي موجود. نعم، وهناك ايضا حمله في دياله لديهم حمله لغلق كل الصيدليات الوهميه. نعم. ولكن ايضا بالدرجه الاساس تعتمد هذه الاخباريات، تعتمد على الخط الساخن او مكتب الفتش العام او اقسام التفتيش في دوائر الصحه، تعتمد بالدرجه الاساس. هم الاهالي ذكروا ضمن المناشده انه اتصلوا بالخط الساخن اللي تابع لوزاره الصحه. نعم. اكثر من نعم. سبع مرات، لكن انه ماكو اي مجيب لهم. يقولوا لهم راح ننزل لهم مفرزه، لكن هذه المفرزه ما اعرف ما تطلع ما توصل للصيدليه اللي المشتكى عليها. لا انا اخر الاعزاء انا قرات عن الخط الساخن واصلهم البلاغ. نعم. وهناك اجراءات، تعرف الاجراءات اللي متبعه في مكتب الفتش العام هي انه نعم. عندما ياتي البلاغ هناك اخذ موافقات، وعاده وزاره الصحه في هكذا حالات يعني هناك قوه من نعم. داخليه تذهب معها من اجل يعني غلغه الصيدليه. يعني هسه البلاغ واصل الى الخط الساخن لاداره نعم. صحه نعم. صلاح الدين. نعم واصل الى الخط الساخن وهناك اجراءات. نعم. وهناك اجراءات، وتعرف انه حضرتك المناطق خاصه المناطق صلاح الدين في بعض المناطق ما يعني لحد هذه اللحظه لربما نعم. تعتبر بعيده عن الرقابه، تعتمد ايضا على الملاكات الموجوده في الدائره، لكن هم متابعين هذا الموضوع نعم. ان شاء الله ستسمع الاخبار عن قريب. يعني احنا ان شاء الله هذا الموضوع. دكتور احمد، شنو الاجراءات وزاره الصحه بالنسبه للمتجاوزين اللي يفتحون صيدليات من غير تخويل؟ شنو الاجراءات اللي تتخذها بحقهم وزاره الصحه؟ الغلق وبعد الاجراءات الصيدليات الوهميه تم احاله الشخص الى المحاكم المختصه والاجراء العقوبه القانونيه بحق. طيب قبل فتره بدياله ذكروا انه يتم غلق الصيدليه المعينه او اللي قدموا شكوى عليها ويروح للمحاكم او للجهات الامنيه، لكن بعد فتره يشوفون الشخص اللي مشتكى عليه خرج وايضا فتح الصيدليه مره ثانيه وعاد يشتغل بشكل طبيعي. تقصد يعني بعض الصيدليات اللي هي المتجاوزه، يعني صيدليات تفتح باجازه نعم. صيدليه ولكن بعدم تواجد صيدلي، هذه العقوبات عقوبات غلط لفتره زمنيه يعني اقل فتره هي شهر واحد نعم. وتنبيه للصيدلاني بتواجد الصيدلاني يكون في الصيدليه، هذا يمكن يتطرق حضرتك. اما باقي القضايا هي تحال المحاكم، وعاده يتم سجنه ضمن فترات زمنيه حسب القانون اللي المتبع حسب الجنايه الماخوذه من جهات القانون. طيب دكتور احمد، يا ريت انه توضح لنا شلون اهالي الصيدليات انه يتعاملون مع المذاخر اللي هي خاصه ببيع الادويه، يعني مو لازم انه يشوف عنده اجازه انه هو صيدلاني حتى انه يبيع الادويه، لو اي واحد يجيهم ينطونه الادويه ويروح يفتح صيدليه. يعني هذا الموضوع متشعب في بعض الاحيان، مع الاسف اقول عندما الجهات الرقابيه على بالنسبه للمداخل، تعرف حضرتك هناك المداخل عاده التواجد يكون في سنتر المحافظه في بغداد الليل. الجهات الرقابيه تتعامل مع المدخر ب يعني ما يسمى بالوصل المباع للصيدليه، عاده في بعض مع الاسف في بعض المداخل ضعاف الانفس عندما يحرر الوصل لصيدليه، يحرر له صيدليه رسميه. نعم. وبالتالي من الصعب لربما كشف، هذا تعتمد ايضا على ايضا على الابلاغات. نعم. دكتور احمد، يعني على محاسبه بهذه الشكوى او هذه المناشده اللي تقدمت لوزاره الصحه، متى انه نشوف غلق هذه الصيدليه ومحاسبه المقصرين ومحاسبه المتجاوزين في ناحيه الاسحاقي؟ أكيد إن شاء الله عن قريب. يعني عن قريب. إذن إحنا راح نبقى متابعين الموضوع مع حضرتك. نعم.
ونقدم لك شكر جزيل لانضمامك في برنامج المدينة وعطاك هذه التفاصيل الدقيقة حول الصيدليات المتجاوزة، ويا ريت أنه دائما الخط الساخن يكون متواجد من أجل خدمة الناس واستلام كل شكاوى اللي مقدمة على المؤسسات الصحية. الدكتور أحمد روديني الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا لك مرة ثانية. يعني يا ريت أنه تكون أكو لجان رقابية من قبل وزارة الصحة، من مكتب المفتش العام لوزارة الصحة، حتى أنه دائما أنه يشكلون يعني دوريات رقابية على كل المظاهر على كل الصيدليات، ويطلبون الإجازة ويطلبون الأوليات الرسمية الخاصة بصاحب الصيدلية، ويتأكدون من عنده أنه هو فعلا صيدلاني، أنه متخرج من كلية صيدلية، لو هيش بس مجرد أنه يعرف كم مصطلح وجاي يبيع الأدوية، حتى نخلص من هذه المشكلة. ليش؟ أنه بدأنا نسمع بأرقام وأعداد كبيرة للصيدليات اللي موجودة في ديالى وفي كل المحافظات العراقية، واليوم مثل هذه الحالة اللي وصلت لنا من ناحية الإسحاق، نتمنى أنه حل هذه المشكلة بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. طيب نروح إلى دهوك، موظفي تربية نينوى في دهوك يحتجون ويطالبون بصرف رواتبهم اللي هي رواتب متأخرة، لأن هذا الشيء يأثر على معيشتهم، خصوصا هم نازحين، فإذا يطالبون أنها تنصرف وما تتأخر حالهم حال البقية. خلينا نروح احنا وياكم نشوف هذا التقرير. احنا من بردر اش نجي لهنا منطقه بعيده 150 كيلو متر، نجي لهنا وما قراد. البارحه شويه حكينا اشتكوا علينا وهنا وما عرف شنو قالوا قيل صارت هنا، يعني هو الراتب 350 الف، يعني يقولون المدارس المتفرقه يابا خلي المدير او شيء يجيبون رواتبنا اللي على مدارسنا، يعني ما يحتاج نحن يوميا من بردر اش نجي لهنا على مو 350 الف، يعني يقول هذا قانون. مع وين قانون؟ لو اكو قانون والله العظيم ما كنا نجي هنا، الله يشهد. يقول بامر من الوزير ما اعرف شنو، والله العظيم مع احتراماتي كلامك بس ما نريد نحكي. نحن من اربيل ومن كركوك نجي على 350، هذا يومين يطردونا خارج الباب، البارحه كل قفل هي القد على الباب مال هذا، يقول فلوس ماكو، حتى يروحون يصرفون الفلوس بدهوك بهذا فلوس الخشنه يجيبوها يصرفوها الاف، يقول هاك مجبور انت تاخذ الفلوس الالاف او الخمسات مشقوقه. من السبب؟ هو مدير عام سبب، خو ما ابوي السبب، خو ما انا مواطن، خو ما هذول الموظفين سبب، هم هذول الجو محاسبين والمدير عام هم السبب هذول. كم شهر صار لكم مستلمين الراتب؟ الثالث والرابع والخامس. زين هسه الرواتب شنو اخبارها؟ انتم ليش مجمعين هسه؟ وين صارت؟ والله ما ندري، قالوا المبلغ وصل اربيل، بس من اربيل لتوك ما نعرف وين صار. ما ادري والله ما نعرف. سؤال محير، هذا حير الكل. طبعا كل هذول اللي موجودين هذا الاشكال موجود من شهر 12/2015، شهر 12 اخروا الراتب مالنا بالذات مال هذاك الشهر، واستمرت المشكله لهسه ما نعرف ليش. فبالبدايه اتفقوا وقالوا كل 40 يوم راح يعطوكم الراتب، بعدين صار اكثر، بعدين صار كل شهرين، وهسه صار 3 اشهر احنا ما مستلمين. فاحنا شو نريد؟ احنا نريد يساوونا مثل باقي المحافظات، شهر بشهر يسلمونا الرواتب. يعني ليش يجمعوها كلها ثلاثة واستقطاعات كثيرة 10%؟ أكو زين بس بالنسبة قبل الاستقطاعات هذه، هي هو المبلغ تحول من أربيل، من بغداد إلى أربيل، من أربيل إلى دهوك، أنتوا عرفتوا وين صار؟ أنتوا ماذا تعرفون وين صار؟ زين شنو قالوا التربية؟ حياتي إحنا كل شيء ما نعرف، إحنا يوميا يقولون المن الراجع غير هم التربويين هم المسؤولين، وين هم يتابعون هلا يريحون التربويين؟ زين التربويين شو يقولون؟ التربية شنو دا تقول لكم؟ تقول راتبكم وين؟ أول بارحة وزعوا قسم، والبارحه قالوا ماكو فلوس، جينا بقينا للمغرب هنا، أنا بعدين سدوا الابواب وقفلوا الابواب وطلعنا. اليوم جينا هاي من الساعه ايش قد احنا؟ الساعه 12 احنا موجودين، من الساعه 12 احنا موجودين، ولحد ما جت الفلوس تدرين ايش في العالم من الصبح ليه سوا. احنا مثل ما قلنا نريد مثل باقي المحافظات شهر بشهر ينتهي الاشكال، واتمنى يسوون لقاء ويا المسؤولين بالتربيه حتى انتم تشوفون، يعني تقارنون كلامنا وكلامهم حتى يصير حل، نريد حل، يعني مو كل شهر يجي. زين هسه راح نستلم احنا ما شهرين، شهر الخامس شو وقت راح نستلمه؟ منين نعرف ايش وقت المراجعه وين؟ نريد نعتمد، يعني نعتمد على كلام ونثق به ويقولون فلان موعد وينطونا بنفس الموعد الرواتب. سبب تاخير الرواتب انتم كمدرسين كاساتذه اذا تروحون على التربيه شنو يقولون؟ والله احنا جينا على راتب شهر الثالث قبل شهر ونص، فقالوا لنا مصروفه موجوده راح نوزعها،
وظلينا ننتظر. بعدين قالوا لنا راح ندمج راتب الشهر الرابع ايضا ويا الثالث، نوزع لكم راتبين. فهاي الفلوس تاخر بالمكاتب يومهم على جبهه، يشغلوها يسوون بها اي شغله ما نعرف احنا بالضبط، بس بها شك يعني. هاي اول وحده. بعدين مدير التربيه نفسه طلع على التلفزيون ببغداد وقال احنا بعد شغله مكاتب ماكو قبل عن طريق البنك ببغداد الى بنك استثماري باربيل. ومن فاشو رجعنا مرت اللخ على مساله المكاتب، ويوميا يقطرون يوميا ينطر مليار او مليارين، واحنا الفلوس كلها تقريبا 80 مليار. يعني هي اكو جهه معينه هي اللي ما تقبل يكون بدون راتب بدون مكتبه؟ والله هو سبب تاخير المكاتب، فممكن يعني يجوز يشغلون الفلوس هذه يربحون ارباح كثيره، فاحنا ما نعرف يعني السبب الرئيسي شنو هو. نعم. سبب تاخير الرواتب اريد تنظيم نسبه مئويه ثابته بين المكاتب، لانه في شيء تنافس بين في صرف الرواتب بالنسبه المئويه، اريد تنظيمها ووضع نسبه ثابته. انت مديره الحسابات بممثليه تربيه نينوى في دهوك، وفي اربيل هناك يعني ممثليه اخرى. اي نعم. هل أربيل ودهوك نفس الشيء الممثليات فيها ما استلمت الرواتب موظفيها يعني؟ لا بالعكس، يعني نحن كل شهر نكمل الرواتب، بس هالشهر صارت عندنا هذا السبب التأخير إنه بغداد عم تحول لنا صكوك، الصكوك تصيغ على دفعات ما دفعة واحدة، يوم يحولوا لي مليار ونص، يوم يحولوا لي مليار ومئتين، فما حولوا لي كلته، فالناس تتصور إنه ها هي راحت رواتبهم. خلي أنا أطمن المواطن الموصل لي خاصة إنه 1000 دينار ما راح من التربية يعني. نعم زين، هل جماعة الديوان استلموا أنتوا ديوان التربية استلمتوا الرواتب؟ أي نعم، الديوان استلم، سنجار استلم، بعاج استلم، تلكيف استلم، بعشيقة استلم، اللي ظل هو بس ثانوي وابتدائي. وإحنا كن قسمنا جدول عملناه انه اللي استلم بالبدايه الشهر الجاي يستلم بالنهايه. احنا اللي شفنا برا انه قالوا ماكو يعني تقسيم، ماكو جداول هكذا. التربيه الابتدائيه جايين ويا الاعداديه، وقالوا انه جماعه التربيه استلموا الراتب، وانما الموظفين يعني عفوا المدرسين والمعلمين بقوا اللي مهم. لا لا بالعكس، انا كنت عملته من اول يوم التقسيم قبل ما يبدي توزيع، اخلي جدول بالليل كلهم يقرونه على الممثليه، ما لنا الاعلام، ما لنا عندنا اعلام خاص مال الممثليه. زين، هو الراتب اجى المفروض تحول من بغداد من يوم الاحد واليوم اربعاء، شنو سبب التاخير؟ صحيح، بس اذا ما حولوا لي يعني اول يوم حولوا لي 693 مليار، ثاني يوم حول لي مليارين، يعني اذا هم يحولون على تقسيط، واما هم زين انا ايش اعمل؟ يعني ما بيدي، كله ما بيدي. حضرتك منسق التربية، شنو سبب التأخير؟ هل إنه هي ما تصل من بغداد أم إنه تصل المشكلة وين بالضبط؟ بالنسبة للرواتب، الرواتب كاملة وكل المدرسين والمعلمين يأخذون رواتبهم اليوم، وإذا ما كمل اليوم طبعاً غدا من الصباح المباشر. ماشي، هي راح يستلموها اليوم أو باشر أكيد، بس هي صار لها أكثر من شهر. نعم صار لأكثر من شهر هو هناك تأخير بالراتب، بينما يقولون إنه الراتب جاي. التأخير هي الحوالي زين تحولت على المكتب، وتدرون أنتم كلها يعني المصرف ما عندنا بدهوك بالذات. هل المبلغ تحول بالكامل إلى المصارف إلى المصرف أو إلى مكاتب التحويل، أم تحول بشكل يعني أقساط؟ بصراحة أنا ما يعني فهمت الموضوع زين، بس هي تحول المبلغ كله على دهوك زين عن طريق الكل. إيه كله تحول، واليوم يعني المعلومات اللي جتنا كل المدرسين والمعلمين ياخذون رواتبهم، والمدرس او المعلم اللي ما اخذ راتبه يجي على الممثلية ياخذ راتبه، ولا حد يظن بان الراتب ماكو، لا بالعكس الراتب موجود والمبلغ كامل ممثلية الدهوك. رجعنا لكم بعد ما شاهدنا معاناة موظفو تربية نينوى بالكامل، وخاصة عند استلامهم الرواتب المتأخرة اللي صار لهم أكثر
من 3 أشهر ما وصلت لهم الراتب، واذا وصلت فاكيد توصل متاخره. وشفنا انه رغم التاخير اللي موجود لكن انه هناك زخم كبير جدا على الممثليه اللي موجوده في ادهوك حتى انه يستلمون رواتبهم. يعني احنا دائما ما نناشد ونحاول نطالب من الجهات المعنيه ايصال رواتب الموظفين بوقتها المناسب، لانه كلهم عندهم التزامات، وخاصه انه حاله استثنائيه انه النازحين يعني وضعهم صعب. يعني هو الموظف او صاحب يعني الموظفين الموجودين بالدوائر الحكوميه في منازلهم في مناطقهم غير مهجرين، هم يعانون من قله الرواتب ومن انقطاعات ومن تاخيرها، لكن اليوم النازح هو اول وتالي، يعني انه خارج عن منزله واكيد انه يراد له ايجار، يدفع ايجار 500 400 دولار هاي قليل يعني بالقليل، يعني اضافه الى المولده، الكهرباء، الصرف، المسواق، التزامات طبيب ما طبيب، ادويه اللي عنده، طلاب شلون. فيا ريت انه ترحمون بحالهم وتوفرون لهم رواتبهم بوقتها المحدد، اسوه بباقي المحافظات العراقيه اللي دائما ما توصل رواتب النازحين بوقتها المحدد، من اجل تخفيف المعاناه على اللي نزحوا واللي عانوا واللي صار لهم اكثر من سنتين. نروح لموضوع آخر اللي هو خبر من أخبار أهل المدينة، أجور المولدات الأهلية في كركوك. وأكيد هو هذا الخبر اللي احنا دائما ما نتحدث به، انه يا ريت انه يكون اكو تقليل او التزام بالتسعيرة المخصصة من مجالس المحافظات. واليوم قالوا انه راح نشغل 21 ساعة، يعني ما اعرف ليش ال 21 ساعة انه راح يشغلوها اصحاب المولدات الأهلية. لازم انه الدوائر المعنية بالكهرباء انطتهم امر بثلاث ساعات انه يشغلون وطني، واما الباقي فكلها راح تكون مولدات. واحنا هذا اللي ما نتمنى، نتمنى انه يكون اكو كهرباء تيار وطني، لانه حتى اذا كانت المولده موجوده فالمولده ما راح انه تقدر، ما راح يقدرون يشغلون سبلت، ولا انه راح يقدرون انه يحسون بالبروده، لان هي حتى المبرده بهذا الوقت انه يمكن تسحب لهم بوخه ورطوبه. فيا ريت انه يكون اكو اهتمام بالطاقه الكهربائيه والتيار الوطني وتوفيرها للمواطنين بالعراق، وخاصه احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، وان شاء الله هذه الايام تكون امن وامان لكل العراقيين. والتسعيره اللي هي من الساعه 10 صباحا لحد 7 مساء هي سعرها 6000 دينار حسب ما انه اقره مجلس محافظه كركوك. وحصت انه حصة الغاز اللي راح ينطونا لاهالي المولدات هو 25 لتر لكل كي في اي مثل ما وزعوا في بغداد، وهذا القرار راح يبدي مع بداية شهر رمضان المبارك. ونتمنى لكم أيضا رمضان الأمن والأمان على كل العراقيين داخل وخارج العراق، وأيضا نتمنى أنه نطلب من وزارة الكهرباء أنه في هذا الشهر أنه يعملون جاهدين من أجل توفير الطاقة الكهربائية لكل المواطنين العراقيين، خاصة اللي المخيمات الخاصة بالنازحين، يا ريت أن يوصلوا الكهرباء حتى أن يعيشون أيامهم الحارة برفاهية وهم صايمين في شهر رمضان المبارك. نروح إلى موضوع آخر، وهو في أربيل أقيم بازار خيري. هذا البازار أهلا رمضان كدعوة لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والخير. طبعا هذا السوق بقضايا فلكلورية مستوردة قسم منها وقسم أعمال يدوية بأسعار أو بتكاليف أرخص وأسعار مقبولة مقارنة مع الأسواق الأخرى، بالإضافة هذا السوق بي أو هذا البازار بي مواد غذائية، أكسسوارات واحتياجات منزلية. خلينا نروح إحنا وياكم نشوف هذا التقرير. البازار الثالث اللي ننظمه احنا، طبعا هذا البازار سميناه بازار اهلا رمضان، مقتصر برمضان، كل شيء رمضانيات. هدف من عنده هو اكثر شيء خيري، وانه نعرف العالم على المبدعات الموجودات باربيل. حلوه فكره انه التعريف بالمبدعات الموجودات باربيل. اليوم ايضا دا اشوف انه مو هو اسمه اهلا رمضان، لكن مو فقط اكو مسلمين، اكو مسيحيين ايضا. احكي لنا عن هذا الموضوع، لان ضروري انه الناس تشوف، يعني اللي من خارج العراق اللي من داخل العراق يشوفون كيف الحياه تبدو بالنسبه للعراقيين المسيحيين والمسلمين. يعني
طبعا اكيد انا نفسي انا مسيحيه اشترك انا نظمت اصلا البازار بمناسبه رمضان لان اكيد ماكو فرق بيناتنا والمحبه جمعتنا. اصلا احنا شعار البازار كان انه المحبه جمعتنا والابداع ميزنا والحمد لله والشكر انه دا اشوف انه كلنا قلب على قلب ايد وحده دا نشتغل وهذا الشيء اكيد اللي دا يخلينا نستمر ونسوي بازارات اكثر. انا طبعا هاي اول الي مشاركه بالبازار بازار اهل رمضان. هذا الآن مشاركتي بالبغداديات يعني أجيب غراض شغل رسم وهيك أشياء بغدادية. تخلين لمستك بيهن يعني؟ أكيد شوية يعني لبسات بسيطة إنه نضيف لها. إيش عجب اختاريتي بغداديات؟ نعرف إن البغداديات تراثيات، هل هو لأنه قرب شهر رمضان والبازار اسمه أهل رمضان فاختاريتي موضوع البغداديات لو أنت يعني تحبين هذا الشيء من قبل يعني؟ لا طبعا هو اكيد يعني لانه انا احب هاي الاشياء من قبل اشياء بغداديه واني من بغداد فيعني هاي اشياء هنا الناس قليل هنا يدوروها فيعني حبيته هسه لان رمضان همين جبنا اشياء اكثر على مود رمضان. شفناش موجودة بالبازار أهلا رمضان، شنو اللي جذبك هنا؟ شنو اللي اشتريتي يعني؟ والله بيها شغلات حلوة، شغلات إيد، التصاميم المدام نوفا حلوة، العبايات، شغل الإيد، الحلويات، المعجنات، التطاريز مال الشراشف، أشغال الإيد حلوة. نعم شفنا شايلة يمكن بشت أو اشتريتي بشت. السؤال هنا يعني شنو رأيك بي أنت شخصيا يعني؟ حلو لا فكرة أنه المرأة تشتري بشت يعني. الديزاينات حلوة والكواليتي هم كواليتي زين يعني مصممة على كواليتي ممتاز وشي حلو يعني يفيد خاصة مجوى رمضان يفيد. احنا كل شغلنا تقريبا هاند ميد يعني أشياء من الموجود عندنا بالبيت مثلا نسوي ريسايكلينج أو يعني أشياء بسيطة كلها بس إنه فشي يونيك وثم دا تشوفون يعني أشياء كلها من الموجود الطبيعة. مبادرة حلوة وجميلة وخاصة في هذه الأيام والاسم اسم البازار جميل جدا أهل رمضان وهذه دعوة أيضا لكل الناس اللي متواجدين في إقليم كردستان للحضور مثل هذه البازارات الجميلة اللي نشاهد بها كل الأكسسوارات الجميلة والمواد وكل الاحتياجات المنزلية اللي تحتاجها الأسرة في هذا البازار. بس يا ريت انه هناك يا ريت انه تكون هناك بازارات خاصه لدعم النازحين لدعم العوائل المتعففه خاصه واحنا مقبلين على شهر رمضان حتى انه الرحمه تكون موجوده حتى التكافل يكون موجود التكافل الاجتماعي ما بين الاسر والعوائل العراقيه ويرجع العراقي واحد مثل ما كان في السنوات الماضيه يطعم جاره ويقدم مساعدات الجاره وحتى وان كان جاره غير محتاج لكن انه هذه الايام او هذه السنوات اللي مضت يمكن بدينا ما نشاهد مثل هذه الامور بكثره مثل السنوات الماضيه لكن نتمنى ترجع وتعود بمثل هذه المبادرات الجميله اللي موجوده بعراقنا الواحد. نتمنى الامن والامان والسلام لجميع العراقيين داخل وخارج العراق وان شاء الله رمضان كريم على كل العراقيين هذه السنه والسنوات القادمه. هذا كل ما كان عندنا في حلقتنا لهذا اليوم وصلنا لكم لختامها. شكرا لكم الى اللقاء. الى اللقاء.